وان شاء الله تعالى الجيش واقف وصامد، والمعنويات كتير كتير قوية، والحمد لله رب العالمين. ان شاء الله مسلحين، الله يقش عنا الخير، ان شاء الله يروحوا نتف نطلع من هناك. كان يضربوا علينا لو مو جيش العرب السوري كان ما خلونا نرجع. ما عاد نحسن نبرك بدين، ما عاد نحسن نبرك عندهم كل نهار جايبين 4 5 مكون جايين لعنا. ايش يريدوا في عنا؟ هي الطفل هذا بفهم، ما بده ياخذوه على الجبهه؟ اذا بشيل السلاح معهم ياخذوه يحبسوه يقتلوه. انا قتلوا لي ابي واخي.